الإنسان في الحياة الدنيا له ألف شيء. أنا شكثر عندي علم، شكثر عندي مكانة اجتماعية، شكثر عندي عشيرة، شكثر عندي أصدقاء، شكثر عندي فلوس، شكثر الحياة مهيئة لمساعدتي. يعني الآن فرضا أنا أخذوني إلى السجن للمحاكمة، أشوف صديق أنا مهيئ لأجلي. فرضاً سجنت، أكو جمعية الرزق بالسجناء، لا يعرفني ولا أعرف وراءهم، لكن يدافعون عني. فقط النظر عمن معي من قوة ومن علم ومن مال ومن شخصية ومن أقرباء ومن أصدقاء ومن زملاء، الظروف مهيئة ومتاحة لي. هاي ناحية. الناحية الثانية، هناك باب الكذب، باب واسع، والإنسان لا يعلم ما في قلب الإنسان الآخر مهما كان ذكيا ومهما استعمل آلة. في الغرب الآن تفيد آلة خاصة معروفة، يضعون عكلاوة على رأس المجرم، فإذا كذب يؤشر وإذا صدق يؤشر. لكن هل هذه الآلة تعرف كل كذب وصدق؟ لا. الكذب الذي الإنسان يكذبه في حالة اضطراب حواس الآلة تشير. أما الكذب الذي الإنسان يقوله في حالة الهدوء لا يؤشر. وعلى هذا المعدل فالإنسان في الحياة مفرد. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول ولقد جئتمونا فرادا. بس محمد خلاص، لا أبو لا أخو لا جد لا قريبة لا صديقة لا عنوانة لا وزارة لا تفرادة، كل خلاص خلاص. ولقد جئتمونا فرادا. ثم هناك باب الكذب أيضا منسب، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. قلبي مكشوف، هناك الحياة قلبي مو مكشوف. أكو فرد في متحف المتحف العلمي، أكو فرد سمكة مثل على قسم الرصفة شايفيها مثل الزجاج، يعني من هالصورة شو لا تصور زجاجة زجاجة شلون؟ يوم القيامة الإنسان يصير شفاف، حتى كل خط في قلبه يكشف. الإنسان خب يتمكن يكذب في لسانه، لكن هل الإنسان يتمكن أن يكذب في قلبه؟ هذا منتقش في قلبك، هل انتقاش مكشوف؟ فهناك ما في قوة ولا ناصر ولا حتى الكذب، كذب ما يمشي. وحتى قسم من الناس هؤلاء جراء بكثرة، هناك يكذبون لله سبحانه وتعالى. يقول لا أنا ما صدقت. يقول الله سبحانه وتعالى هذول شهود ملائكة. يقول ملائكة من ربعك يا الله، شهادة أمك. الله يقول إيدك شلون؟ إيدك من ربعي ورجلك من ربعي وبطك من ربعي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. الأيد تتكلم، ما نعرف هذا الشيء. اللسان شلون يتكلم؟ اليد بنفس الوقت تتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلم
أيديهم وتشهد أرجلهم. الرجل أيضا يشهد بما كان يعمله الإنسان بالحياة. بعدين الله سبحانه وتعالى استعمل الكناية وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. كثير من المفسرين قالوا جلود أجلكم الله يعني الأورش يعني الفرج. زنات يجيبوهم، مستعمل على السرية يجيبوه، لاط يجيبوه، يقولون فعلت كذا، يقول ما سويت، عورته تشهد. وما قال الله وقالوا لفروجهم لأن نفس ركيك، وقالوا لجلودهم لأن هاي فضيحة، فسيدي سرقت مو كلش فضيحة، ولو فضيحة، لكن والدي الله يرحمه كان ينقل يقول فرد واحد كان رايح إلى مكان في السفينة، ما أدري والدي كان حاضر ينقل قصة أو هو حاضر معي. يقول أنه في السفينة هذه شاف لفرد ساعة جدا جميلة، شاف الساعة خلاها بجيبه، خلاها الساعة بجيبه. يقول بعدين صاحب الساعة اشتكى عند كابتن السفينة أنه ساعتي مفلوقة وساعتي كلش ثمينة. هو سأل كابتن السفينة عن الرجل مواصفات ساعته، قال من مواصفات الساعة أنها مشماتة، ساعة صغيرة لكن تدق في وقت الساعة ومشماتة. يقول كابتن السفينة قال ما يخالف أنا ساعة الله ساعة خمسة إلا مثلا خمس دقائق أجي وقف الكل مال السفينة وقفوا. انت بقيتنا انت بقيتنا انت شرفت لا انت شرفت لا انت شرفتنا كلهم وقفوا. وإذا بعد خمس دقائق صار خمسة دين 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 يجيبوا قفوا يجيبوا وصار وصار التوقيف. لأن في الحقيقة الإنسان يفضح خصوصا الإنسان الكاذب، هذا فضيحة ومشكلة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله شو ينطق البشر؟ هو ينطقنا. فرد مرة ذكرت الأصدقاء القصة، هذه الأصدقاء كانوا منهم ولم يكونوا منهم. كان عندنا في كربلاء فرد رجل اسمه راجي محمود أباد، هذا كان من أمراء الهند تحت نفوذه 10 ملايين ملك بعد تقسيمه هند وباكستان. هذا كان رجل باكستان وأراضيه في الهند، ولهذا الحكومة الهندية لما استولت غرقت وضبطت أراضي هذا الرجل وطلعت بره. كان هو كان من أنصار باكستان، محمود أباد من المقاطعة الهندية. فهو إجى لكربلاء و 30 خادم كانوا وياه وقت اللي إجى، خادم للغرش ماله فقط، خادم للحذاء ماله فقط، خادم للسواك ماله فقط. وعلى هالمعدل راجل بعد 10 ملايين نفوس رعيته في ذلك اليوم، احنا من جملة احنا الى زيارته انسان جدا شفتوه ممكن انسان جدا كان مثقف، 5 6 لغات يعرف، وخريج كمبوج هو، ويعرف اللغة الفارسية والعربية وقدم مطالعات كلش ممتاز كان. بعدين راح الى لندن وقبل سنتين توفي في لندن. اتخذته الحكومات الاسلامية في لندن رئيسا على كل السفارات لعلومه الكثيرة. كان هذا الناس راحوا إلى زيارتي. فريد يوم يروح هذا عنده حاجة يشتغل عنده شغل رايح، بعد اللي يرجع يتوجه إلى هالأصدقاء جماعة قاعدين من أشراف شخصيات في بيته. قال لهم أنا ما كنت هنا مع الأسف حتى أعرف محاضراتكم القيمة، كلماتكم قاعدين أنتم بالديوانية طبيعي تتكلمون علم فضيلة تقوى تثمين تجارة هاي أشياء، وأنا الآن أحب أنه أنا أسمع كلامكم. هالقصة ما قالت 30 سنة، لكن اليوم متسجلة ما إلى مفهوم أبدا في العراق متسجلة. هو ما يعلم شنو يفتح المسجلة وإذا عجيب ناس تعرف صوتنا صوتي. في الحقيقة يعني من أكثر ما يكون هذا الشيء لمن لم يجاهد. وإذا قال الواحد حكي فلان يتكلم يقول هذا الرجل حمار، ذاك الآخر يجاوبه يقول يا حمار خل نركبه، وذاك الثالث فرد حكي علق عليه، ذاك الرابع هذول كلهم يذنبون ويفضفون عرق ويقومون يروحون بما خلا حافظ
ابنك. نعم. اسمعك الانسان يحشر كل انسان وعمله. انت انسان طيب في الحياة ولو الناس ما يعرفوك تحشر هناك مع عملك. او انسان سيء والعياذ بالله ولو كل الناس يعرفون انسان طيب يحشر مع عمله. وكما ذكرنا الايمان والعمل الصالح فقط. أما ابن من وأبو من ووظيفته ماذا وعمله شنو كل خلص. ولقد جئتمونا فرادا فرد وكل أعماله بيده. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. شو من دبر أمك نزلت؟ لا فلوس لا لباس يعني حتى بالقيام الملابس ماكو. وبدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم. يعني لا عندي قلب سليم ولا عندي حسنات بس هالشكل يا روح. لذا من الضروري على الانسان مهما يتمكن يعمل صالح لانه في اليوم ياتي خلاص. اول ما قبل واحد من اصدقائنا يقول في الشارع الجهل ما ادري شنو ما حد يريد يقول قبل ما شهر اقل من شهر فكويت ينقل يا ابن اصدقاء يقول انه فرد واحد في سيارته ليسوق السياره هنا في الشارع الجهل ما ادري يقول له اذا به حادث تخربط توقف السياره وصيح ناس الناس يتدمون عليه يقول دب ويموت. يقول الشرطه يا جو كذا يا جماعه شيء تبدأ يعني شنو هذا يقول مخفض وبعدين فتحوا الدبة وهذا فيها مليونان من الدينار النقدي كانوا ماخذ من البنك يهدي له بيته فبين دبة حتى لا يبقوا منه يعني يلفتهم من الدبة. الإنسان في الساعة يأتي حتى ما يتمكن يقول في الدبة فلوس كيف كان هذا دبة خلاص أنا ما قبل شهر جديد يعني يأتي دقيقة وساعة أبدا لا يمهله حتى نفسه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.